حدثنا عفان حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبيه قال انطلقت إلى الكوفة لأجلب بغالا قال فأتيت السوق ولم تقم قال قلت لصاحب لي لو دخلنا المسجد وموضعه يومئذ في أصحاب التمر فإذا فيه رجل من قيس يقال له ابن المنتفق وهو يقول: وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلي فطلبته بمنن فقيل لي هو بعرفات فانتهيت إليه فزاحمت عليه فقيل لي إليك عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعو الرجل أرب ما له قال فزاحمت عليه حتى خلصت خلصت إليه قال فأخذت بخطام راحل التي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال زمامها هكذا حدث محمد حتى اختلفت أعناق راحلتين قال فما يزعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال ما غير علي هكذا حدث محمد قال قلت ثنتان أسألك عنهما ما ينجيني ، من النار وما يدخلني الجنة قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم نكس رأسه ثم أقبل علي بوجهه قال لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطوت فاعقل عني إذا أعبد الله لا تشرك به شيئا وأقم الصلاة المكتوبة وأد الزكاة المفروضة وصم رمضان وما تحب أن يفعله بك الناس فافعله بهم وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منه ثم قال خل سبيل الراحل التي حثنا وكيع عن عمرو بن حسان يعني المسلي قال حدثني المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبيه قال دخلت مسجد الكوفة أول ما بني مسجدها وهو في أصحاب التمر يومئذ وجدره من سهلة فإذا رجل يحدث الناس قال بلغني حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قال فاستتبعت راحلة من إبل ثم خرجت حتى جلست له في طريق عرفة أو وقفت له في طريق عرفة قال فإذا ركب عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بالصفة فقال رجل أمامه خل عن طريق الركب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحه دعه فأرب ما له فادنوت منه حتى أختلفت رأس الناقتين قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني وينجيني من النار قال بخ بخ لأن كنت قصرت في الخطبة لقد أبلغت في المسألة اتق الله لا تشرك بالله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان خلي عن طريق الركب قال حدثنا وكيع عن يونس يعني ابن أبي إسحاق قال سمعت هذا الحديث من المغيرة بن عبد الله عن أبيه نحوه